ايت مادي السماء ازول في اللون ايمانين غزانين تيمانين عزانين غساد اللحم كاستين تا مدينة نايتي عزة نشكا دار التعاونية الفلاحية نوركان ليلا نغدو طرياس لولتماتن خديجة وبلا سلمسي بتاد نرنيني كلو إمازيغن العالم كلو أيتماتنا المغاربة غتغوكن سنت مازيرت برانت مازيرت أسكواس أماينو أسكواس إغودان سلمسي بتاد نرد دروم كيغان تغاوسي وين نرى أفرانيسان في السنايات الأمازيغية يلا دينا خديجة بغينا واحد نبدا اولا على هذه التعاونيه الفلاحيه المزارع الخضراء. السلام عليكم. اول حاجه نقولها وهو اسكاس امين واسكاس امين للجميع امازيغن المغرب كله المغرب كل الدول اللي قسن امازيغ. الحاجه اللي نقولها هو حنا تعاونيه نسويه ديال انتاج وتسويق زيت ارغان بالمزارع الخضراء بمدينه ايت عزه، يعني الاختصاص ديالنا وهو ارغان والمشتقات ديالو. خديجة بغينا نسولوك على هذه السنة الأمازيغية، يعني التقاليد والعادات والطقوس وكذا الأكلات اللي كدار بهذه المناسبة. هو بالنسبة للأسكاس أمينو بالنسبة للإمازيغين كاينين بزاف ديال الطقوس وكاينين بزاف ديال الأكلات، يعني ما نقدروش نحددوا في واحد الأكلة ولا جوج، يعني كاين بزاف هذا الشيء لقينا عليه الأجداد ديالنا والوالدين ديالنا، خصوصا حنا راه دابا هذا الجيل تاع دابا ما نقدروش نقولوا كل شيء عارفين، حنا دابا كنرجعوا باقي للتراث ديال الأجداد ديالنا هما اللي كنستافدوا منهم من هذه الأكلات، خصوصا إلا هضرنا على الأكلات راه غنلقاو بزاف ديال التنوع ديال الأكلات، ومنهم غير أول حاجة بعدا إلا لاحظنا وهو الخبز. يعني دابا راه كاين عندنا الخبز ديال تنورت اللي هو راه قليل اللي كيدير الخبز ديال تنورت، وهذا غيعرفوه كما قلنا حنا غير الامازيغ حنايا وفي بعض المناطق ماشي كلشي في مناطق المغرب، يعني كيتواجد بزاف مناطق سوس هي اللي خصوصا اقليم تارودانت، فكنكون هنا الخبز ديال تنورت اللي كيصاوبوا بالتقليدي وكذلك الخبز ديال الفريرينا هذه كنسموها حنا فريرينا، وهذا اكيد راه بزاف الناس غيكونوا عارفينه ديال الخباز، يعني كاين بزاف النوعيات ديال في الخبز. عاد كنجيو بالنسبه للاكلات اخرين المتنوعه وهي بحال دابا البسيسه هذه كنقولوا بتشلحيت الزميط يا تشلحيت الزميط، يعني كيتصاوب بارغان ودقيق شعير وكيتحمر وكيتصاوب وكيتخلط مع ارغان والعسل، من بعد كنزوقوه بالماء سميتو هادو الفاكهه اللي كنقولوا ليها حنا، كذلك هذا كنجيو ليه قليله غيكون كيعرفوا كنسموه حنايا بملح ملح ماشي لان كيعني بانه راه فيه ملح بزاف، غير هو ليه ديك السميه بلاش، لان كنلاحظوا المواد اللي فيه كلهم كيمشوا للملوحه، يعني راه كاين الفول كاين الذرة كاين القمح، هذا حتى هو من الركائز اللي كنقولوا ديال الامازيغ ضروري كيكون في السنه الامازيغيه. ومن بعد كنجيو الكسكسو، هو راه كلشي المغرب عارف الكسكسو ولكن كيكون ليه اختلاف بالنسبه للكسكسو الامازيغي، لان ملي كندخلوا عليه الخضر كندخلوا عليه الفاكهه حتى هو البيض الفاكهه، يعني كيكون مخلط، وبعض المرات راه كيتخدم بليد، يعني ماشي بالضروره يكون ناخذوا سميد ولا هذا، كيكون كلشي تقليدي مخدوم بليد. كنجيو الفتله وهذه معروفه عندنا حنا وخصوصا في هذه المنطقه ديالنا، هذه كتسمى الفتله اللي كنخدموا الدقيق حنا كنصاوبوه وكنستخرجوا منه دوك الحبيبات اللي كيعطونا اللي كنقولوا سكسو، من بعد كنديروا في وسط منه املو بالزيت ارغان والعسل، وبعد كنزوقوه كما شفتوا كما لاحظتوا، من بعد كتجي العصيده، يعني العصيده ديال القمح كذلك حتى هي راه كيرطبوها وكيطيبوها تطيب على خاطرها مزيان وكيزينوها بالزيت البلديه او زيت ارغان على حسب كل واحد باش كيحبها، وكذلك كنجيو العصيده اللي هي طبيعيه كتصاوب دقيق الشعير بوحدو، يعني بوحدو كيطيب حتى هو على خاطرو، من بعد حتى هو راه كنزينوه باش ما بغاو، كذلك كنجيو هذيك اش نقول لكم كنقولوا ليها حنا بالشلحه تيروفين
يعني عكس القليه اللي كنعرفوا حنايا المغاربه كاملين، هذيك العكس ديالها نفس التيابير هذيك كتسمى تيروفين، كيرطبوها ومن بعد كينشفوها وكيديروا لها التحمر ديالها في القلاي يعني، وكاين الزيتون، المهم هو كاين بزاف، غير حنا ربما اختصرنا لكم غير بعض الاكلات اللي هما اساسيه كي قلنا كيهضرنا عليهم، وهما هاد الفتله والمالح والخبز والسكسو. ومرحبا بكم في تعاونيات المزارع الخضراء لإنتاج وتسويق زيت أرقام بمدينة أيتي عزة، وشرفتونا بالحضور ديالكم بزاف بزاف، وأسقس أمين ثانية لجميع إمازيغن ديالنا في المغرب. مرحبا بكم وشكرا على المجهودات اللي بذلتوها باش تجيو لهاد التعاونية، تعاونية مجاهدة أنا أشهد عليهم عليهن، هما نساء مجاهدات كيخلوا ديورهم تيجيو الصباح تيجيو العشية، والحمد لله هم منتجات وكنتمنوا لهم ان شاء الله التقدم من هنا لقدام، شحال من حاجه خاصهم.